موجز الأنباء، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: هزة أرضية بقوة 2.9 درجة تضرب الحسيمة صباح اليوم. الأسواق الأسبوعية تتحول إلى كابوس للمواطنين أمام موجة غلاء الخضر والمواد الأساسية، والنموذج سوق الخميس بزايو. الثلوج تشل حركة الطيران والحياة بألمانيا، والسلطات تسابق الزمن للسيطرة على الوضع وإعادة الخدمات إلى طبيعتها. الأرصاد الجوية تتوقع طقسا باردا مع تكون الصقيع يوم غد الأحد. سجلت صباح اليوم السبت هزة أرضية بقوة بلغت 2.9 درجات على سلم ريشتر نواحي إقليم الحسيمة. وذكرت تقارير إعلامية أن الهزة الأرضية التي ضربت اليابسة نواحي جماعة تفروين أحس بها أغلب سكان الجماعات المجاورة. وحسب ما جاءت به معطيات مراكز رصد الزلزال العالمية، فقد جرى تسجيل الهزة الأرضية في تمام الساعة 1:14 من صباح اليوم السبت. إلى الشأن الوطني: عجز كبير يلاقيه المواطنون في الآونة الأخيرة بعدما بلغ التضخم مستويات قياسية، وصار التبضع من الأسواق الأسبوعية بالنسبة للدراويش ومحدود الدخل كابوسا مرهقا مع تراجع القدرة الشرائية إلى الحضيض. فبعدما كانت ورقة من فئة 100 درهم إلى الأمس القريب تكفي ليتبضع المواطنين في جل الأسواق الأسبوعية وبمحتويات معتبرة من الخضر والفواكه، تحولت إلى رابع المستحيلات في زمن الجيل الأخضر. طاقم القناة زار سوق الخميس بزيو واتضح حجم التذمر عند المواطنين وعجزهم عن اقتناء الخضروات بالكميات اللازمة لأسرهم. أمام الغلاء الفاحش باتت القفف شبه فارغة رغم تواجد المنتوجات، يقابلها إقبال ضعيف جدا في هذه الأسواق الأسبوعية. لنستمع إلى تصريح لأحد المواطنين بسوق زيو. راه نسيرو شو تخص السوق وزيو توري الدعوة ما مش سكة، كلشي يغرى، كلشي مني بذ قارب ذا تيمسي، هيا زيد نقلقنا 2250، الطوماطيش سكة 1200، بطاطا ذكا 90 درهم، المهم كلشي يغرى، بوبري ماني رايح بوبري، ما وذانا ما تفكان شا ما وغزان شا، ما شتش خلا حسنا على المساكين اللي شاران وغاصن ربزاوز. مين زي غي سوق مين زي وذا خسر الدولة يدك شي حاجة لحل لي بوبري المساكين، كل شي ماشي غير بوبري ذنوا قمار دي بوبري، ولكن بنادم يخسر دي السوية على حسب الحالة. بوبري يروح يروح مشقاني وذن والله لا كل شي يروح. الدعوة مهم قمار القيمة مو قوي تعجيب شاه مين دا شغيني بنادم ياب 10 فرانك 10 فرانك وذا السيغ وخطب راك نزشو السيغ كل شي يروح من دجا يعني غير ماشي قاج السيد ناش كلشي يروح بوريان ديتو ديرو. دوليا، قال متحدث باسم مطار ميونخ جنوب ألمانيا أنه من المتوقع تعليق حركة الطيران بالمطار اليوم السبت بسبب تساقط الثلوج بكثافة. وأضاف المتحدث صباح اليوم أن الخدمات الخاصة بإزالة الثلوج تعمل على استعادة العمليات الآمنة، وكان الطقس الشتوي القارس قد أدى إلى عرقلة خدمات السكك الحديدية بشدة في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا، حيث توقفت محطة السكك الحديدية الرئيسية في العاصمة الألمانية ميونخ بشكل فعلي، وتم إلغاء خدمات المسافات الطويلة حاليا، وتضررت بشدة الخدمات الإقليمية حسب متحدث باسم الشركة المشغلة للسكك الحديدية. نختم معكم هذا الموجز بأرصاد الأحوال الجوية، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع بكل من مرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية خلال الصباح والليل. هذا كل ما لدينا اليوم، في أمان الله.